قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطار. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. قصص نور وقصص حكمة وصبر، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. لازلنا وإياكم نتحدث عن الخليل، عن إبراهيم عليه السلام، عن أبي الأنبياء، عن هذا النبي الرسول الذي اتخذه الله عز وجل خليلا، والخلة أعلى درجة في المحبة. كلنا نذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن إبراهيم الخليل أنه بنى البيت مع ابنه إسماعيل، هذا الابن الذي انتظره إبراهيم سنين طويلة، عمرا مديدا، هذا الابن الذي أمره الله عز وجل أن يذبحه، فلما نجح في الاختبار نجاه الرب عز وجل. هذا الابن لما كبر ذكر له إبراهيم أن الله عز وجل أمرني أن أبني بيتا، فهل تعينني؟ فأعانه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما بني البيت واكتمل، الله عز وجل أمر إبراهيم بأمر، قال يا إبراهيم أذن. قال أؤذن بما يا رب؟ قال أذن في الناس بالحج، أذن ليسمعك البشر كلهم وليحجوا إلى هذا البيت وليزوروا هذا البيت. فقال إبراهيم الخليل عليه السلام، قال يا ربي ومن يسمعني؟ كيف أوصل صوتي للبشرية كلها؟ قال الله عز وجل، يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ، نحن نبلغ صوتك للناس، فقط أذن ونادي يا إبراهيم. وفعلا قام إبراهيم الخليل على جبل ثم أذن وقال، أيها الناس، أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. يقول ابن عباس، فأسمع الله عز وجل الناس كلهم، بل أسمع كل ما بين السماء والأرض، بل أسمع النطف في أصلاب آبائها وفي أرحام أمهاتها، بل إلى اليوم يسمع الناس نداء إبراهيم الخليل، وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. سيأتي الناس مشيا على الأقدام رجالا، وعلى كل ضامر، على الحيوانات الضامرة، على الإبل، على الخيول، على ما يركب عليها، يأتون يقصدون بيت الله الحرام. يا إبراهيم أذن، والإجابة من الله عز وجل، والله عز وجل سيهدي قلوب الناس إلى هذا البيت. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله. إلى اليوم يستجيب الناس لأذان إبراهيم الخليل، إلى اليوم يخرج الناس من أمريكا
ومن جنوب أفريقيا ومن أستراليا ومن روسيا ومن أوروبا ومن العالم كله يحجون هذا البيت، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ها هم الناس يتبعون الحنيفية السمحة دين إبراهيم الخليل، يحجون بيت الله الحرام، يطوفون بالبيت سبعا، يسعون بين الصفا والمروة يتذكرون أم إسماعيل، وهم يرمون الجمار يتذكرون الخليل إبراهيم، وهم يذبحون الهدي والأضاحي يتذكرون إبراهيم عليه السلام، كيف فعل هذا النسك وكيف تأسى الناس بإبراهيم الخليل. إنه إبراهيم بنى البيت وأذن في الناس، وها هم الناس إلى هذه اللحظات يحجون إلى بيت الله الحرام. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. إبراهيم الخليل عليه السلام يتنقل بين فلسطين ومكة. في فلسطين زوجته سارة وابنه إسحاق، وفي مكة هاجر وابنها إسماعيل. يتنقل بين هذه وهذه. إبراهيم الخليل يهتم بزوجتيه وابنيه، فهو من أعدل الناس معهما. في يوم من الأيام طلب من ربه طلبا، والطلب في ظاهره غريب، قال ربي، وإبراهيم اتخذه الله عز وجل خليلا، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. لم يسأل ربه هل أنت تحيي الموتى أو لا، فهو يؤمن بهذا، ولكنه أراد أن يرى الكيفية. كلنا يؤمن بهذا، وكل مؤمن يؤمن بأن الله عز وجل يحيي الموتى، وهذا نبي من أنبياء الله، وليس أي نبي، بل هذا خليل الرحمن. لكنه طلب من ربه أن يرى هذا بعينيه، قال ربي أرني، ربي أرني كيف تحيي الموتى. فرد الله عز وجل على إبراهيم الخليل، قال أولم تؤمن، قال بلى، بلى ولكن ليطمئن قلبي. بلى يا ربي آمنت وأنا مؤمن مقر بهذا، لكنني أريد أن أرى كيف يكون إحياء الموتى. وهذا الذي أراده إبراهيم من باب زيادة الإيمان وطمأنينة القلب، فهو مؤمن ولكن ليطمئن القلب. فالعلم درجات والإيمان درجات، وإبراهيم الخليل يريد أعلى درجة في الإيمان. فذكر الله عز وجل له أمرا، قال يا إبراهيم ائت بأربعة من الطيور، ائت بأربعة من الطيور فاذبحهن، فإذا ذبحت الأربعة قطعهن قطعا، الرجلين، المنقار، الريش، الجلد، اللحم، فتت الطير كله، ثم خلط الأربع طيور بعضها ببعض. ولكم أن تتخيلوا طيورا أربع تذبح ثم تقطع ثم تخلط بعضها ببعض، كيف ترجع مرة أخرى؟ كيف تعاد مرة أخرى ولو بغير حياة ولو بغير روح؟ كيف يستطيع كل الأهل الأرض أن يجمعوا كل طير أجزاؤه لوحدها؟ أكثر من هذا، قال يا إبراهيم أرأيت هذه الجبال؟ أرأيت هذا الجبل البعيد وهذا الجبل البعيد وهذا الجبل البعيد؟ خذ هذه الأجزاء المختلطة دماء وريشا ولحما وعظما ورجلا، كلها بعد أن خلطتها الطيور الأربع، خذ أجزاء منها واجعلها على رؤوس الجبال. فإذا بإبراهيم الخليل يذبح أربعة من الطيور ثم يقطعهن ثم يخلطهن، ولم يبق فيهن حياة، بل الجسد ذهب، بل أجساد الطيور اختلطت ببعضها البعض، ثم ذهب إلى الجبال البعيدة ووضع على كل جبل
جزءا من هذه الطيور، وعلى هذا الجبل جزءا من هذه الطيور، وعلى ذلك الجبل البعيد، وعلى هذا الجبل البعيد، ووزع الطيور بين هذه الجبال. ثم قال الله عز وجل لإبراهيم: نادي يا إبراهيم، نادي هذه الطيور. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، قطعهن فتتهن ثم اخلطهن ببعضهن البعض، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، على هذا الجبل، على هذا الجبل، على ذاك الجبل، على هذا الجبل، ووزعها إبراهيم الخليل. ثم قال الله عز وجل له: ثم ادعهن. فقام إبراهيم الخليل ينادي على هذه الجبال، ينادي الطيور الميتة المقطعة التي ذهبت وضاعت أجسادها الآن، نادها إبراهيم الخليل: أيتها الطيور ائت إلي الآن بأمر الله عز وجل. وإذا بالريش يجتمع مع ريش الطير نفسه، والجلد يذهب إلى جلد الطير نفسه، الدماء، اللحم، الريش، المنقار، الأرجل، أجساد الطيور بدأت تتجمع بعضها مع بعض حتى اكتملت الأجساد 4، فإذا بالطير يعاد إليها الروح مرة أخرى. ثم ادعهن يأتينك سعيا. وإذا بالطيور 4 تطير في السماء وتتوجه إلى من؟ إلى الخليل، إلى إبراهيم عليه السلام. الطيور 4 مكتملة الأجساد، نفخ فيها الروح، عادت لتطير مرة أخرى وترجع إلى من؟ إلى إبراهيم. يا الله، أي معجزة هذه أراها الله إبراهيم. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله واعلم أن الله عزيز حكيم. هنا اطمأن قلب الخليل إبراهيم، مع أنه كان مؤمنا بأن الله عز وجل يحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ظل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل في الأرض، في فلسطين دعوته قائمة، في مكة يأتي أيضا ويدعو إلى الله عز وجل تلك القبيلة العربية التي سكنتها، يعلمهم دين الله، يعلمهم الحنيفية السمحة، توحيد الله جل وعلا، حتى كبر به السن وجاءت لحظة الوفاة، وفاة من؟ وفاة إبراهيم الخليل، أعظم الأنبياء بعد نبينا، خليل الرحمن، إنه إبراهيم، إنه أبو الأنبياء. الله عز وجل اصطفى الناس مرات، فقد اصطفاهم بآدم، واصطفاهم بنوح، ثم اصطفاهم بإبراهيم، فلم يأتي نبي بعده إلا من ذريته. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فلما توفى الله عز وجل إبراهيم الخليل جعله عند البيت المعمور، كما أنه بنى الكعبة جعل الله عز وجل كعبة في السماء سماها البيت المعمور، تحج إليها الملائكة كل يوم، تزورها 70,000 ملك لا يرجعون إليها مرة أخرى. أما إبراهيم فهو
مستند ظهره عند هذا البيت كرامة له، كما أنه بنى البيت في الأرض فإن الله جعله عند بيت السماء. وما من طفل يموت من أهل الإيمان إلا ويجتمع بإبراهيم الخليل حتى تقوم الساعة وطويت صفحة من صفحات الأنبياء، إنه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وكان إبراهيم الخليل عليه السلام يعيش في فلسطين، وأحيانا كان يذهب إلى مكة يتفقد ابنه إسماعيل وأمه هاجر. إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل لم يكن عربيا، فإبراهيم لم يكن عربيا، ولكنه عاش في مكة أي إسماعيل وترعرع فيها. وسكنت هذه الأرض كما ذكرنا سابقا قبيلة اسمها جرهم. بدأ إسماعيل عليه السلام يتعلم العربية منها، بدأ يتعلم هذه اللغة الفصحى. من قبل إسماعيل عليه السلام يسمون العرب العاربة، أما إسماعيل ومن بعده يسمون العرب المستعربة، الذين تعلموا اللغة العربية من هذه القبائل. من؟ إنه إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام تعلم اللغة العربية حتى نطق الفصحى. وكان إسماعيل عليه السلام يتربى ويعيش في مكة ويتعلم العادات، ويقال أنه أول من نطق العربية الفصحى من العرب المستعربة، وأول من ركب الخيل، روض الخيل وتدرب عليها وصار يركبها في الجهاد في سبيل الله. ومن بعده تعلموا ركوب هذا الخيل، بل إن الخيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. عاش إسماعيل في مكة وتربى فيها، وكان أبوه يمر عليه يبني البيت ويؤمر بذبحه، وقصص أخرى حصلت مع إسماعيل مع أبيه حتى تزوج من قبيلة جرهم وقيل من العماليق. تزوج إسماعيل عليه السلام، وكان من صفاته ومن عاداته كما قيل أنه كان صادق الوعد. إسماعيل لو وعد أي إنسان في أي وقت فإنه يلتزم بوعده ولا يتحرك من مكانه ولو غربت الشمس، لو يظل ساعات على وعده فإنه لا يحنث بوعده ولا بحلفه، حتى أنه لو انتظر إلى يوم كامل كما قال الله عز وجل في إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. تزوج ومر عليه أبوه وهو شيخ كبير إبراهيم عليه السلام، مر عليه يزوره في بيته فطرق الباب فوجد امرأة فسألها: أين إسماعيل؟ من أنت؟ قالت: أنا زوجته. فسألها إبراهيم الخليل قال: أين زوجك؟ قالت: إنه يبتغي لنا، يعني يبحث لنا عن طعام ويعمل لنا للبيت. فسألها إبراهيم الخليل وهي ما تدري أنه إبراهيم، ما تدري أنه أبوه. سألها إبراهيم: كيف حياتكم؟ كيف عيشكم؟ قالت: إنا والله في شر عيش، وحياتنا ضيق وشدة. وأخذت تتكلم على زوجها، وسأل عنها وعن أخبارها وعن أخلاقها. فلما انتهت من إجاباتها قال لها: إذا جاءك زوجك فأقرئيه مني السلام، ثم قولي له: غير عتبة بابك. ما تدري ماذا يقصد بالعتبة. وذهب إبراهيم الخليل، رجع إلى بلده. فلما جاء إسماعيل قالت له زوجته: جاء رجل يسأل عنك وعنا. قال: كيف هو؟ فوصفته فعرف أنه أبوه. قالت: يقرئك السلام؟ فرد السلام. قالت: ثم قال لك: غير عتبة بابك. ففهم نبي الله إسماعيل أن أباه يأمره بتطليق زوجته لأنها امرأة غير صالحة، فطلقها. ثم بعد زمن تزوج أخرى، وفي مرة من المرات جاء إبراهيم الخليل إلى بيت إسماعيل ابنه في مكة فسلم، قال: من أنت؟ قالت: أنا زوجته. قال: أين هو؟ قال: يبتغي لنا. فقال لها: وكيف حياتكم؟ قالت: إنا بخير والحمد لله، نعيش بنعمة ورخاء
وكان المال والزهد قليلا، لكنها تشكر نعمة الله عز وجل. فسأل عنها إبراهيم الخليل فعرف أنها امرأة صالحة، ثم قال لها عليه السلام، قال: إذا جاءك ابنك أو زوجك فقولي له، قولي يقرئك السلام فلان ابن فلان، أي أبوه. ثم قال لها: قولي له أن ثبت عتبة بابك، وهي ما تدري ما معنى العتبة. ذهب إبراهيم الخليل، ثم عاد إسماعيل فإذا بها تقول: إن رجلا اسمه فلان جاء يسأل عنك. قال: إنه أبي. قالت: يقرئك السلام. ورد السلام، ثم قالت له: يقول لك ثبت عتبة بابك. فإذا به يقول: يقصد أن أبقى معك وتبقين معي. عاش إسماعيل عليه السلام في مكة، وكان نبيا عربيا مستعربا، وتعلم من بعده العربية، وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. الله عز وجل ذكر وصف إسماعيل وأخلاق إسماعيل في القرآن. توفي إسماعيل عليه السلام في مكة، ودفن كما قيل هناك، وقيل عند الكعبة، والله أعلم بمكان موته هذا ابن إبراهيم الخليل. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه. قصص، نور قصص، قصص، نور قصص. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام له ابن اسمه إسحاق، وإسحاق هو الأخ غير الشقيق لإسماعيل عليه السلام. فأم إسماعيل هي هاجر، وأم إسحاق هي سارة، الزوجة الأولى لإبراهيم الخليل. كبر إسحاق عليه السلام حتى بلغ 40 من العمر فتزوج. لما تزوج أنجبت له زوجته ولدين توأمين، الأول سماه العيس وهو والد الروم أبو الروم، والثاني سماه يعقوب الذي جاء عقبه، ويعقوب يسمى إسرائيل، فكل الأنبياء بعد يعقوب يسمون بنو إسرائيل. يعقوب عليه السلام لما كبر وأخوه العيس حصل خلاف بينه وبين أخيه، فقررت أمه أن تبعده عن أخيه حتى لا يكبر الخلاف، فأرسلته إلى خاله في حران، واسم خاله لابان. جلس عنده يعقوب عليه السلام زمنا طويلا، رعى عنده الغنم، وتزوج أولا ابنته الكبرى ليا، ثم بعد زمن تزوج ابنته الصغرى وهي أجمل، واسمها راحيل. وكان في شرعهم الأمر جائزا أن يتزوج الرجل من أختين ثم حرم، فتزوج الأولى والثانية وأنجب 12 من الذكور سموا بالأسباط. أما الزوجة الثانية راحيل الصغرى الأجمل، أنجبت له غلاما جميلا أوتي شطر الحسن، ما أحلاه من غلام، اسمه يوسف. فيوسف هو الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، أنبياء، ذرية بعضها من بعض. وأنجبت له بعد يوسف عليه الصلاة والسلام، أنجبت له شقيقا سماه بنيامين، فهو الأخ الشقيق الصغير ليوسف عليه السلام، وهما أبناء راحيل البنت الصغرى لخاله. ظل 20 سنة يعقوب عليه السلام مع خاله، ثم قرر أن يعود مرة أخرى إلى بلاد أبيه في بلاد كنعان، بلاد جده. قرر أن يرجع مرة أخرى إلى أخيه العيس وإلى أبيه الكبير بالسن. وفي طريقه مع نسائه ومع أولاده ومع بناته، وهو في طريقه إذا به يجلس في منطقة تسمى أورشليم، التي تسمى القدس هذه الأيام. أورشليم بنى فيها يعقوب عليه السلام بيتا لعبادة الله عز وجل، سمي بيت المقدس، ذلك البيت الذي جعل الله عز وجل مكانه مباركا. ويعقوب عليه السلام لما عاد إلى بلاده ووجده العيس استبشر بقدومه، فقد غاب 20 سنة. قال: يا أخي، من هؤلاء الأولاد والبنات والنساء؟ من هؤلاء؟ قال: إنهم أهلي. قال: إنهم أهلي، هؤلاء أهلي، غاب عنهم 20 سنة. وجد أباه قد كبر بالسن وبلغ من الكبر عتيا، إسحاق عليه الصلاة والسلام، ووجد أمه في ذلك الوقت، وأبوه لما كبر سنه قد ضعف بصره،
جلس يعقوب عليه السلام مع أخيه العيص يبران أبيهما إسحاق عليه الصلاة والسلام حتى توفي ودفن. ثم بعدها بعد يعقوب جاء نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف الذي أوتي شطر الحسن، إنه ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، فالذرية كلها أنبياء. إبراهيم جاء بعده إسحاق، ثم بعد إسحاق يعقوب، ثم بعد يعقوب يوسف. مع هذا لن نبدأ بقصة يوسف في الحلقة القادمة، بل سوف نعود قليلا إلى الوراء، نعود إلى قصة نبي من الأنبياء. قصة من؟ قصة لوط عليه الصلاة والسلام، لأنها حصلت في زمن إبراهيم جد يعقوب عليه الصلاة والسلام. سوف نرجع إلى قصة لوط ونتكلم عن الأمة التي كانت تعمل الخبائث، أمة خبيثة كانت تأتي الفاحشة، تأتي الذكران من العالمين. ما قصة قوم لوط؟ وأين عاش قوم لوط؟ وأين حصلت قصة قوم لوط؟ وفي أي قرى؟ وماذا فعل معهم لوط عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي حدث بينه وبين قومه؟ وما الذي فعله الله عز وجل بهم؟ وهل عاقبهم الرب جل وعلا؟ وكيف كانت عقوبة قوم لوط؟ إنها العقوبة الكبرى التي لم تبر على أمة من الأمم، فكيف كانت عقوبتهم؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة. حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. أنتم أول من سن هذه السنة، وأنتم خالفتم فطرة الله عز وجل. بلد المتعة، بلد الشهوات، بلد الرذيلة. حتى زوجته لم تؤمن به. أمة قذرة، أمة فاحشة. الأبصار قد ذهبت، العيون قد طمست، بدأ العذاب يحل بهم، الحجارة بدأت تنزل من السماء. دمرهم الرب عز وجل وعذبهم الله جل وعلا. ضاعت الأمة، دمرت القرى، لم يبق الله عز وجل لهم أثرا. قصص نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد منتهي خير البشر. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني.